كمان بك يا عمر. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبة قلبي. مبروك يا عمر. مبروك يا عمر. عقبالك يا عمر. عقبالك يا عمر. الواد ده شكله مش طبيعي. ده بجد عندك حق. حاسه ان في حاجه. يكون موضوع امه بتاع امبارح. تصدقي صحيح، انا كنت ناسي الموضوع ده خالص. يا جماعه امه ايه بس، ما الموضوع ده عدى وخلاص. انا مش شايفه امه خالص اصلا. هي فين؟ هتلاقيها اكيد موجوده. انا مش عارفه انتوا مالكم، انتوا حشرين كده ليه؟ الواد برضو اليوم صعب عليه وتقيل، والبنت جنب بصراحه مش سهله وشكلها كده هتغلبه من اول جوله، وهو قلقان. ممكن يقدم النهارده خطاب تنحي ولا اعتزال. انت قليله الادب. تنحي ممكن يعمل بيان رقم واحد. والله العظيم انتوا بتتهموني باطل. بس بقى انتوا الاثنين هتفضحوني. والدتك فين يا عماد؟ مش جايه. مش عايش جاني يا عمي. انت بتهرج؟ ده مش وقت تهريج. انا مش عايزك. انا مش عايزك. خليتيني اتنزلت على كل حاجه، وكله كان بموافقتك يا عمي انت وطنط. طالعين بيها السما قوي، وليكوا حق. انت فيكي كل حاجة حلوة، دكتورة وغنية وجميلة. أهلك علموكي كل حاجة، بس نسيوا علموكي تحبي حد تاني غير نفسك. وأنا وحياة الكنيسة اللي أنا واقف فيها دي حبيتك. بس انا قررت احب امي اكتر، لاني ماليش خير فيها مش هيكون لي خير فيكي. يلا بينا، ربنا يديك حد تاني احسن. احبك اكتر من كرامته. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ رب حق القدوس لا تنزعه مني. امنحني مجد وحسن. Thank you.
يلا. أم جافة؟ نايمة. طب وهي عاملة إيه دلوقتي؟ أه يعني خدت منوم ونامت من شوية. وحالتها النفسية أخبارها إيه؟ متماسكة، بس والدتها هي اللي حالتها صعبة. طب وهي فين دلوقتي؟ هي موجودة جوه، تقدروا تتفضلوا وتطمنوا عليها. البيت بيتكم، اتفضلوا. ميرسي يا عم. اتفضلي. ازيك يا طارق؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك يا طارق؟ ازيكم؟ شفتوا؟ شفت اللي حصل في جن؟ يا طنط حضرتك ست مؤمنة وكل شيء اسمه نصيب. ربنا يعوضها يا طنط. حضرتك لازم تقوي كده عشان جن ما تتعبش. الكلب الواطي دمرها، كسر لها فرحتها، قردينا بالهم والهم مرضيش بينا. بس انا من الاول ما كنتش عايزاه، هي اللي صممت. ما منوش فايده الكلام، خلاص يا طنط. بعدين حضرتك لازم تهدي شويه. صح، بس جن متماسكه الحمد لله. يبقى لازم كمان انت تكوني متماسكه قدامها. يا هبه احنا في مصيبه، التليفونات ما بطلتش رن، صحابنا وقرايبنا وفي الكنيسه. طب حبيبتي هتواجه الناس دي كلها ازاي؟ يا طنط مال الناس؟ هي كان ايه اللي حصل لها يعني؟ كانت هتتجوز وما حصلش نصيب، اللي هيتكلم من الناس تحط صباعها في عينه. يا ساره انت مش متخيله يعني ايه سابها على باب الكنيسه؟ ما بقتش فارقه يا طنط. مش هنقعد نبكي على اللي فات خلاص. بعدين ده بيتعب جان. لازم حضرتك تهدي شويه وتقوي عشان تعرفي تقويها هي كمان. ما ينفعش كده. انتوا اصحابها. انا عايزاكوا تقفوا جنبها. البنت مصدومه. هي في اوضتها؟ ايوه. ربنا ينتقم منا. طب طنط ينفع يعني نروح نشوفها؟ اه طبعا. اه طبعا. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي اتفضلي. الفستان ده ما ينفعش يبقى هنا خالص. انا ما خدتش بالي، هي قلعته وهي نايمه. طب انتوا خليكوا قاعدين معاها وانا هروح اعمل لكم حاجه تشربوها. يلا يا بنات، ويبقى عندنا رق تاني. حاضر.